لإدارة الأمور بشكل جيد إن شاء الله خلال الفترة الجاية. نرجع للشريف. يا شريف مساء الخير عليك، طمنا على كل الأمور عندك فيما يتعلق تدريبات النادي الأهلي، اتفضل. تأخر عليك أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومليون مبروك فوزك بجائزة وزارة الشباب والرياضة. الله يبارك فيك يا شريف، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وده شرف أكيد كبير جدا، اتفضل يا شريف. التمرين كان في الخامسة مساء بحضور رئيس مجلس الإدارة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، كان حريص يتابع جزء كبير من النهاردة كمان موجود كابتن محمود الخطيب موجود. تمام موجود النهاردة، وكان من قبل التمرين كان في اجتماع مع مدير الكرة والمدير الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر طبعا فايلر مع رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب، اتكلموا فيها عن المرحلة المقبلة الخاصة بفريق الكرة. خليني اقول لك ان التمرين زي ما قلت لك بدا في الخامسه مساء وبدا بجري حوالين الملعب، وكان في النهارده تحمل اداء شويه مع لعيب الاداء، يعني حاولت شغل بدني وبعد كده كان في دواير والراجل ختم بتقسيمه، وبعد هذه التقسيمه الان بيعمل تخصص على الجول من الاجناد يمين وشمال عشان اللعيب يقدر يفنش الكوره برجل يمين او برجل الشمال او بالراس الى اهداف. مع كل الفريق بيقوم بهذا التمرين التخصصي علشان يبقى فينش اللاعب على المرمى او في المباريات يكون لو وصل بهجمه ولا حاجه يعرف يخلصها هدف. خليني اقول لك على الجانب الاخر، كان في تمرين حراسه المرمى طبعا قوي جدا، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، تمرين قوي جدا كان بدني اكثر منه فني. يمكن على الجانب الاخر الاصابات النهارده كان في تاهل لكريم نيدفيد، كان في تاهل لمروان، يمكن المحمود متولي ما شفتوش، ممكن يكون في الجيم خلاص في المرحله الاخيره من مرحله العلاج الطبيعي، ولكن في الملعب كان ظاهر مروان وكان ظاهر كريم نيدفيد. يمكن مروان كان في حديث جانبي مع الكابتن محمود الخطيب، وكان حريص الكابتن محمود ان ما يخلوش يطلع بره المستطيل الاخضر، وخلاه يتكلم وهو داخل المستطيل الاخضر. كابتن الخطيب لعيب كوره كبير طبعا، وعارف ان ما ينفعش اللعيب يخرج بره المستطيل الاخضر، فيعني الراجل بحس لاعب الكوره كده اتكلم قال له خليك في الملعب واتكلم ويعني وانا سامعك. دي يمكن ابرز الاجواء في التمرين. طبعا اللعيب كده لعيب النادي الاهلي بتستعد على ما هو معلن لمباراه الجونه باذن الله، فربنا يكرمه باذن الله ويكون مباراه الجونه فوز جديد للنادي الاهلي الفتره المقبله. لو عندك اي استفسار من الامير انا معاك. شريف عايز اتكلم بالتحديد فيما يتعلق بتاجيل مباراه القمه، وهل في اي تعليق من الكابتن سيد عبد الحفيظ مثلا في حاله تواصلك معاه؟ الكابتن سيد ما رضيش يعلق، يعني كان انا اتكلمت معاه ما رضيش يعلق، وكان مهتم اللي هو يحضر الاجتماع بتاع طبعا الكابتن محمود الخطيب، ما رضيش يعلق ما رضيش يتكلم. عرفه امبارح متاخر لاعب النادي الاهلي اللي بيستغل برضه قرار استغراب شديد، الناس بتستعد للمباراه ومباراه خلاص انت داخل في اجواء مباراه مستعد لهذه المباراه، كله استقبل القرار والاغلبيه ما كانتش تعلق خالص على القرار وقال بيوم نتمرن. هنشوف بقى الجهاز الفني كان عامل برنامج لحد المباراه النهارده، طبعا بالتاكيد هيتم تعديل هذا البرنامج، هيبان بعد انتهاء المران باذن الله، هيعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ على برنامج الفريق الفتره المقبله، هيبقى في مباراه وديه ولا لا، هيبقى في اجازات ولا لا، لسه هيبان بعد نهايه المران البرنامج اللي الاهلي هيشتغل عليه الفتره المقبله باذن الله، لان في طول المده لحد مباراه الجونه يعني. فطبعا هيبقى في برنامج جديد هيتعلن بعد نهايه المران. لسه مباراه الجونه اسبوع بالظبط لو اقيم يعني يوم الاربعاء القادم. فبالتالي طب عايز اسالك على الحاله المعنويه اللي ممكن تشوفها على وجوه اللاعبين او الجهاز الفني بعد هذا القرار. الحاله المعنويه مرتفعه جدا، يمكن ما شاء الله تشوف النهارده في التقسيمه تالق معظم اللاعبين، لفت نظر لمعظم اللاعبين، يمكن الكل بيحاول يجتهد، الكل بيحاول يلفت نظر الراجل، الكل بيلعب تحامات في التقسيمه، يمكن الراجل وقف التقسيمه اكثر من مره خاف على بعض لعيب الفريق من الاصابات، يمكن الدخول والتاكلينج جامد جدا، كل واحد عاوز يثبت نفسه، كل واحد عاوز يحجز مكان في التشكيل للفتره المقبله. لا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحاله المعنويه مرتفعه، لاعبي النادي الاهلي بلغة الكرة بتاكل النجيلة وفي انتظار المنافس القادم بإذن الله أيا كان. حلو قوي التعبير الاخير ده، بشكرك يا شريف زميلنا المميز دائما شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا.